여기 갔는데 나 متابعينا في كل مكان يعني مع حضراتكم بنوثق اللحظة سلسة ايام عيد الفطر المبارك تحديدا شوارع الدقي الفنانه وفاء مكي بترسم البهجه على الوشوش الفنانه وفاء مكي بتحاول بقدر الامكان يعني تحتفل قول لك كل سنه طيبه فنان قول لك كل سنه طيبه عيد على الفنان الفنانه وفاء مكي بتعيد عليهم يا جماعه ودي سيره تتكلم خالص فرحانين حاسب بس الولد حاسب الولد يعني مشاهد البهجة مشاهد البهجة والطلقة يعني خلينا نقول الكابل دول ده بلالين مكشوفه تخيلوا يا فنان للاسف الشديد معظم البلالين طالت معظم طالت و يعني تمام رب هم الناس في هي جايه لك وهم طايرين في الشارع موقع بصراحه جدا يعني طبعا مشاعر دافئه في الشارع مشاعر دافئه واحنا بنوزع البلالين وبنحاول نشارك الجمهور اللحظات السعيده ربنا يفرحها وقلوب الناس جميعا بلالين طايره بس بلالين في الشارع يبدو ان فنانه وفاء مكي دايما بتحاول تشارك المواطنين او الجمهور اللحظات السعيده في رمضان توزيع وجبات و طب حابة تقولي ايه؟ حابة اقول لكم سنة وانتم طيبين شكرا قوي تعبتكم معايا وربنا كده ينتقم على خير وامان وسلام وكل سنة وانتم طيبين مبارك عليكم وانا اسف تعبتكم معايا ان شاء الله نلتقي الدور رضا عايز اتكلم تاني استنى وفاء مكي ازاي حضرتك تابعت المسلسل؟ تابعت مسلسل حق عرب؟ رايك كيف دور وفاء مكي؟ اقسم بالله ان هي جت بالصدفه انا ما احنا عارفين طبعا اهو اقسم بالله ما احسن بقى ربنا يخليك اهو والله تابعت شخصيه رضا ازاي بقى؟ شخصيه رضا اللي كانت مسرحيه في المسلسل شخصيه رضا عندنا خبره بنقول يعني انه دور محنك من فنان وفاء مكي في المدرسة عايز يسلم عليه يعني دي حب الناس يلا بص هنا طفل صغير حب الناس الاعمار جاوب انه كمان الاعمار المختلفة بنشوف كبير وصغير والاعمار المتوسطة كلها بتحب وفاء مكي ايه رايك في التمثيل بتاعها؟ حلو سارك التاكسي جاي ورا البالونه وجابها بلالين تم السجن فيها
حابة يقولوا الناس في العيد برضه عيد كده ليه ده نقول بقى ان احنا ممكن نلتقي في عمل جديد او في تفاوض على عمل جديد خاص بيه في عمل جديد الفتره الجايه تالت. طب قول لنا حضرتك الاجواء مع احمد العوضي بقى ليه؟ جميله واحمد حبوب واحمد ابن حلال ونقعد نهزر مع بعض. يعني منضبط قوي في مواعيده في التصوير صح؟ احمد لا منضبط في التصوير. والله العظيم ثلاثة انا هعيد السؤال بتاع ده لكن مفيش شخصية كده انت حبيتها. طب كجميلة كده اكتر شخصية حبيتها وفاء مكي في حق عرب كان في ده غير ده اكتر شخصية حبيتها وفاء مكي في حق عرب كان في ترابط بينها وبينها طب حضرتك لو ما جسدتش شخصية رضا ما تحب تجسدي مين شخصية تانية في المسلسل؟ كان نفسك لو ما يعني الحقيقة فنانة بنشوف بقى يعني مراحل الجبر بعد الصبر. الفنانة وفاء مكي صبرت فترة طويلة وكانت بتعاني لفترة طويلة رضا وفعلا الرضا كده رضا الرضا تحقق تعشي وكمان كمان يعني مشاهد مأساوية كتير عاشتها الفنانة وفاء مكي ولكن زي ما بنقول جبر بعد صبر حضرتك اعلنتي تصريحات قلت مش عايزه حد يكرهني بسبب الشخصيه وانت تصريحاتنا مش عايزه حد يكرهني لا بس معنى انا مش عايزه حد يكرهني طب كلمينا كده يا فنانة لا مرسي كلمتي مع الإعلامي أحمد عاشور عليا كلام حلو قوي وقال مرسي يا حبيبتي ومرسي يا أحمد عاشور ومرسي كل الناس اللي كلموا حقي كلام حلو قوي وأنا فرحانة بيكي شكرا أنا مشكورك جدا كل سنة حضرتك طيبة إن شاء الله من نجاح لنجاح الفترة الجاية ان شاء الله يعني شاهدين التكريم مباشره مصر طيبه يا فنانه وفاء مكي لحظات في لقاء خاص مع الفنانه وفاء مكي تبعت كلام معكم انا وسام